بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي سادتي، مع فيديو جديد من فيديوهات نصائح وإرشادات. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم على نقطة حساسة جدا، ومع أنها نقطة سلبية ماذا بيا بعد الفيديو نحاولوا باش نتخلصوا منها، ومن هذا السلوك، من هذا المعاملة هذه التي لا تجدي نفعا وإنما تحطم الأولاد تحطيما كليا. احنا ما نفيقوش هذا الوقت، ما نفيقوش، ولكن مع مرور الوقت نلقى أولادنا دايما يعسوا واحد اخرين لأنه احنا اللي زرعنا فيهم هذاك الشيء. هذاك النقطة هي مقارنة الأولاد بغيرهم. لماذا نقارن أولادنا بغيرنا؟ لماذا؟ وش هي الفائدة انه نقارن وليدي مع ولد جاري، ولا وليد خالته، ولا وليد عمته، وليد عمه، الى غير ذلك؟ لماذا؟ علاش ما نرسمش الوليد؟ علاش ما نديروش في فضاء وحده ونخليه هو ذاك الفضاء يقرا وحده ونتعامل معاه غير انا وياه في ذاك الفضاء، عوضا انه نقارنه مع اقرانه؟ انا رايحه نكتشف قدراته، بالك وليدي قدراته محدوده راح نحطمو، لانه نقول وليد عمك خير منك، وليد خالك خير منك، وليد الجيران جاب هكذا، وليد الجيران قرا ما الى اخرش. لا، نخليه وحده، لانه نتايا عملت هذا الشيء هذا وخد قادر باش دير حاجه اكثر. دائما نطلع له في المعنويات نتاعو. حنا كانت تجربه في المدرسه، يجوا بعض الاولياء يسالوا على وليدهم في استقبال الاولياء، يسال على وليده ولا يسال على بنته، ولا تسال خاصه النساء تسال على بنتها ولا وليدها، ومن بعد تنتقل وليد فلان جاب مليح، وليد فلان راه يقرا مليح. قول لا هذا وليد فلان كي تجي معاه نقولها خلي هذيك الامر هذاك، من بعد نتكلموا في الموضوع هذاك. حنا دوكا نتكلموا على وليدك ولا على بنتك. اذا دائما تلقى بعض الناس يقارنوا ولادهم بال، ما على بالكوش بلي هذا الشيء يحطمه ويولي من التبعيه، تحت تزرع له التبعيه، هو خير منك، وليد فلان خير منك. ومن بعد نهار يجي في الاخر يجي يقول لك انت شحال جبت؟ جبت 5. وليد فلان شحال جاب؟ 10. علاش هو يجيب 10 جبت؟ ماما هو خير مني. انت قلتي لي ملي كنت صغيره انت تقولي لي هو خير منك، وهذاك خير منك، وهذاك خير منك، جاب هكذا. هو خلاص استسلم للامر، حنا ما نقولولهمش هكذاك، ما نقارنوهمش اصلا، ما نقارنوهمش. شحال جبت وليدي؟ جبت 5. 5 معدل، معدل. معلش نخدمو ننشطو شويه، يعني نضعفو العمل باش تجيب اكثر، باش تكون المعرفه نتاعك اوسع، لانه ماشي دائما النقطه تنعكس على المستوى. النقطه تجي في نهار واحد، في ساعه واحده اختبار يدي ساعه، ديك الساعه هذيك داك الطفل ما كاش في مزاجه، ولا رغم انه كان تلميذ مجتهد. اذا هنا ما نتكلموش على النقطه هذه، نتكلموا على وليدنا اللي نقارنوه. اذا كل ما تقارني وليدك كل ما تزرعي فيه التبعية، كل ما تستصغريه قدام الناس واحد اخرين. اذا قارنا وليدنا، اذا كان هنا في الـ في الـ في الحالة معاكسة، يعني اذا كان وليدنا خير من واحد اخرين، نغرسو فيه التكبر، ما نعلموش التواضع، انك انت كيما انت ماشي كيما واحد اخرين، انت تجيب 10، انت تجيب كيما هذاك، تجيب 5، انت تجيب 8 كيما هذاك، انت كيما هذاك، انت كيما هذاك. هذا في الناحيه البيداغوجيه، ما نتكلموش على الناحيه الاجتماعيه، لانه انا خاطري نتكلم دائما على التربويات الخاصه يعني بالبيداغوجيه في القسم الشيسرا في الـ في الـ في البرامج الى غير ذلك. اذا احنا سيدتي سادتي، اذا كنا نعامل وليدنا لشخصه هو، وليدنا راح يتنمى او ينميو له الشخصيه ديالو عفوا. اذا راح نتكلموا مع وليدنا مقترنا بالاخرين، رايحين نضعفوا له شخصيته خاصه هو صغير. ما تنساوش بلي التربيه في الصغر، اذا كان صغير ننمو له التنميه كيما الشجره الى جبنا الشجيره هذيك وغرسناها مع وجه، ما نغرسوهاش سوا، نغرسوها مع وجه ولا نديروها غير فوق السطح، يعني ما نحفروا لهاش مليح، الجذور تاعها ما تغطاش. شجيرة، قلنا شجيرة، تقولي شجيرة نورمال عادي صغيرة، وليدنا ثاني صغير، لكن الشجيرة هذيك من بعد كي تكبر تبدا تكبر، الله سبحانه وتعالى يلهمها يعطي ينميها كي تكبر. حنا غرسناها مع وجه، يجي نهار ويطيح لأنه راحت
تكبر هكذا الاغصان تاعها تكون بجهه يعني تميل لجهه واحده وتطيح ديك الشجره تكبر ما تكبرش حتى وين يعني كما الاشجار الاخرى لانه احنا غرسناها بطريقه خاطئه راح ديك الشجره تطيح لنا في يوم ما لكن غرسنا الشجره بطريقه سليمه عرفنا كيفاش نغرسوا الشجره تاعنا راح ديك الشجره راح تثمر ودير لنا اغصان وندعو عليها الاجر الى غير ذلك. هذا الشيء نفسه بالنسبه لوليدنا واش نزرعوا في وليدنا واش نزرعوا فيه حب العمل احترام الذات ديالو من لو كان نقارنوه بواحد اخرين مش حيحترم روحه ما يحترمش نفسه الان هنا لو كان نقارنوه بواحد اخرين هو راح دائما يحس بواحد النقص لانه يقول لك كما تكلمت في الاول في بادئ الفيديو التبعيه انا كيما فلان انا ما قدرش ندير كيما فلان لانه هذاك فلان دارته يمه دارته له هنا في راسه وبقى يتبع فيه واش يدير فلان يدير هو واش ما يديرش فلان يدير هنا حنا بالدارجه نقولوا بني وي وي يعني اللي يقول وي رانا معاه ما خلوش حنا وليدنا هكذا كيما نخلوه يستقل بشخصيته لكن هذا منين باش استقلاليه الشخصيه منين تبدا من الصغر وليدي ما يقراش مليح قدراته هذيك هي لان ميلو قدراته ما نقارنوش مع واحد اخرين باش ما نخليش يتبع واحد اخرين نخلوه دائما مستقل بشخصيته دائما دائما نعلم نميلو شخصيته من الصغر عفوا ومقارنته بالغير تحطيم له ولشخصيته. اذا سيدتي سادتي كاين بعض المشاهدين اللي راحين يعلقوا وراحين يعترفوا بهذا الشيء هذا لانه هذا الشيء بزاف يقلق الاخرين لانه يقول لك انا دائما نقول لك يظلوا يتبعوا في وليدي يظلوا يتبعوا في وليدي هذا الهضره هذه دائما نسمعوها ولذلك ما تخلوش الناس ما تظلموش الناس ما تجينيوش الناس ما تقلقوش واحد اخرين اهتمي بوليدك في اطار يعني في مجاله فقط. اذا سيدتي سادتي ان شاء الله الفكره تكون لحقت نرجو منكم الدعاء ونرجو ايضا نديروا نكثفوا الجهود باش نرفعوا من مستوى التعليم في بلادنا واترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.